هذا وحققت خطة التعافي الاقتصادي حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 نجاحا بارزا، حيث نفذت 16 مبادرة من بين 27 مبادرة تندرج تحت 5 أولويات تتضمنها خطة التعافي الاقتصادي. نعم، ساهمت هذه الإنجازات في تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية والذي شهد نموا ملحوظا في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي والذي من المؤمل أن يستقبل عددا من المصانع العالمية التي ستبدأ نشاطها في البحرين قريبا. ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها مجلس الوزراء الموقر في أكتوبر من العام الماضي، تم إطلاق مشاريع اقتصادية متنوعة في مختلف القطاعات، حيث كان من أهم أهدافها التركيز على إيجاد فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وساهم التمكين في تحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة واللي تشمل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، القطاع المالي، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة لتركيزنا على فرص استثمارية أخرى اللي نشوف فيها مجال للنمو وتطور في اقتصاد البحرين، بما فيها الخدمات الصحية التخصصية، الخدمات التعليمية التخصصية، والصناعات الإبداعية. مملكة البحرين اليوم تحتضن أهم الصناعات على مستوى العالم، فاختيار البحرين كوجهة حاضنة لمختلف الصناعات من قبل عدد من الشركات العالمية سيفتح الباب على مصراعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين. يوجد حالياً عندنا 7 مناطق صناعية متوزعة على مختلف مناطق مملكة البحرين، وإحنا حالياً في منطقة المزارع الصناعية، واللي حالياً تم أيضاً إعلان عن اللي هو منطقة الصناعات التحويلية لتنضم إلى اللي هو الأراضي الصناعية التابعة للوزارة، وهذا دليل على أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي أن تهدف إلى رفع اللي هو الاقتصاد، وبالتحديد اللي هو زيادة الناتج الإجمالي المحلي، بالإضافة إلى اللي هو زيادة الفرص الواعدة في القطاع نفسه. التسهيلات التي تقدمها حكومة مملكة البحرين الموقرة تجذب المستثمرين بمختلف أنشطتهم ليجتمعوا في البحرين للاستثمار، ما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.